ستي احنا بناكل فسيخ وبصل، انت بتهزري؟ كورونا مين يا ام كورونا؟ طيب كورونا تيجي تعيا. بصوا يا جماعه، مش عيب خالص ان الواحد يغلط ويعتذر. انا بعتذر عن الفيديو بتاع الكورونا ده، انا كنت خايفه قوي ومرعوبه، بس انا اصحابي كانوا محذريني ان انا اتكلم في الموضوع او انقل خوفي ده للناس، لان انتم مالكوش ذنب. انا جبانه جدا وبخاف على نفسي قوي عشان عندي ولاد وعندي اهل، وبخاف على مامتي جدا، فربنا يحفظهم جميعا يا رب ويحفظ اهلكم. انا ما كنتش مستهونه ولا مستهتره بالموضوع خالص، انا اسأت التصرف. انا بقول لكم دلوقتي، كل حد عنده نعمه ان هو يقدر يقعد في البيت، يا ريت ما يخرجش خالص خالص، يقعد بولاده، يقعد جنب اهله، يقعد جنب اخواته، يقعد في البيت. مفيش احلى من قعده البيت على فكره. احنا مضطرين ان احنا نشتغل، لانه كل واحد فينا عنده مسؤوليات، وانتم عارفين الدنيا ما بترحمش. ربنا يستر علينا وعليكم ان شاء الله، وباذن الله نعدي الازمه دي والمحنه دي في العالم كله على خير، مش في مصر ولا الدول العربيه بس، في كل حته في العالم. ربنا ينجي كل الاطفال وكل امهاتنا واهلنا يا رب، ونعدي منها على خير. بس التزموا بيوتكم بفضلكم، لازم نكن كلنا في البيت. والله انا لو كنت اقدر اقعد في البيت كنت قعدت. وربنا يعلم الواحد بينزل من بيته عامل ازاي، وبيفكر في ايه، وبيرجع عامل ازاي. يعني ببقى راجعه حاسه ان انا حاسه ان انا وباء، مش عايزه اخش البيت، مش عايزه، خايفه يكون فيا حاجه، مش مطمنه، قلقانه طول الوقت، ما بنامش، بحلم بحاجات، الواحد اعصابه بايظه خالص الحقيقه. فاللي يقدر يقعد في البيت ويتلاشى كل الكلام ده، انا بقول له اقعد في البيت، ارجوك ارجوك. احنا عددنا كبير قوي، والقلق يعني موجود لانه احنا عددنا كبير ومنتشرين، احنا لازم كلنا نقعد بجد. ربنا يستر علينا كلنا يا رب، وربنا يعافينا يا رب من الوباء اللي موجود دلوقتي. ونعمه القعده في البيت اوعوا تفرطوا فيها بجد، لان مش عارف معناها كويس غير اللي بينزل يشتغل في وقت زي ده. ربنا يكفيكم الشر ويحفظكم ان شاء الله. شكرا شكرا.